مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وأسركم وحبايبكم بخير وصحة وسعادة. النهاردة آخر حلقة من حلقات الموسم الثاني من قصة حقيقية، وأحلى حاجة إن حلقة نهاية الموسم تكون يوم العيد الكبير، يعني اللمة الحلوة في البيوت، يعني اللحمة في كل مكان وطبق الفتة، يعني فرحة الأطفال وصوت لعبهم اللي بيدينا الأمل في بكرة. وفي أوقات حلوة زي دي سألنا نفسنا ايه اللي ممكن نقدمه في قصه حقيقيه للناس يوم العيد. ما انتوا عارفين قصصنا اغلبيتها بقى نكد ومأساويات، وما ينفعش في يوم مفترق زي ده ننكد عليكم. عشان كده قررنا تبقى حلقتنا النهارده حلقه مختلفه، حاولنا فيها نشوف احنا عملنا ايه للناس، عملنا ايه على مدار الشهرين اللي فاتوا في قصه حقيقيه من العيد الصغير للعيد الكبير. مش احنا اتفقنا من الاول خالص ان البرنامج ده بتاعكم انتوا، وانتوا الابطال الحقيقيين فيه، وتعودنا في نهاية كل موسم نقدم لكم كده كشف حساب عشان تعرفوا احنا عملنا ايه. النهاردة هنشوف مع بعض أبطال الحلقات اللي فاتت وصلوا لفين، مين فيهم خد خطوة لقدام، ومين اللي لسه واقف زي ما هو محلك سر. ويا ترى ضيوفنا الكرام اللي قرروا ان هم يساعدوا بعض الحالات وصلوا معاهم لفين، وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها في حلقة مختلفة النهاردة. وأول حاجة فيها التقرير ده. احنا محتاجين نتواصل مع بعض اكتر، لان معظمنا تقريبا بقى عايش في جزر منعزلة حتى وهو بين اقرب الناس ليه، وده السبب الحقيقي ورا معظم مشاكلنا. ده باختصار اللي قالته اغلب الرسائل والقصص اللي استقبلها البرنامج على مدى شهرين، وكان للمشاكل الأسرية منها نصيب الأسد، ووراها على طول المشاكل العاطفية، وبعدين المشاكل النفسية. من شهر رمضان اللي فات ولحد دلوقتي استقبلنا في قصة حقيقية 5484 رسالة، منهم 2895 رسالة على الواتساب الخاص بالبرنامج، و1599 رسالة على صندوق الرسائل على صفحتنا على موقع فيسبوك، و1387 رسالة على رابط إخفاء الهوية من أبطال حبوا يشاركونا حكاياتهم وقصصهم من غير ما يعلنوا عن شخصياتهم. أكتر من 5000 رسالة، 5000 قصة قرناهم كلمة كلمة وحرف حرف، وحاولنا قدر الإمكان نتواصل مع معظم أصحابها. أغلب اللي بعتولنا رسائل كانوا في سن العشرينات، وبعدهم من سن 12 ل20، وراهم من سن 30 فيما فوق. وده معناه إن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي علمت الشباب والمراهقين إن هم يكونوا أكتر جرأة وقدرة في التعبير عن مشاكلهم وقصصهم. وكالمعتاد أغلب القصص اللي استقبلناها كانت قصص بنات وستات بنسبة 90% من إجمالي الرسائل اللي وصلتنا، و10% بس كانت من شباب ورجالة. أما بالنسبة لنوعيات الموضوعات اللي استقبلناها، فأغلب الرسائل والمشكلات كانت بخصوص بيت العيلة والحموات، ووراها مشاكل جواز القرايب، وبعدين مشاكل لعب فيها الأب دور كبير في تعاسة ولاده وبناته، وأخيراً مشاكل كلها متعلقة بالخيانة الزوجية. ولا الكلام ده في لغة اليومين دول بقى كلام أفلام وروايات. وغير اللي بيبعتولنا قصصهم ومشاكلهم، في جمهور كبير سمع القصص اللي عرضها البرنامج وكان حريص إنه يبعتنا رأيه ويقدم حلول ومقترحات لأصحاب القصص، كلها مكتوبة من القلب. وصلتنا رسائل فيها نقد لينا، ودول قليلين قوي، والكل أصحابها منا التقدير والاحترام، وبنقول لهم نقدكم واصل وعلى رأسنا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم في اللي جاي. وبنشكر الناس الكتير اللي بعتولنا كلام شكر. يعني أنا مش عارفة أقول إيه، طبعاً فرحانة وشكراً إن ليكم دور، شكراً لأن ثقتكم فينا بتفرحنا. وبنقول لكل اللي اتفرجوا علينا هنفضل نسمعكم وهنفضل نطبطب ونحاول نساعدكم، ونستناكم دايماً في كل حلقة بقصة جديدة وأبطال تانيين في قصة حقيقية.